من بغداد أحييكم مشاهدي التغيير، إطلالة جديدة في ملف وقضية عراقية. اليوم من جديد اجتمعت الرئاسات الثلاثة بمعية رئيس مجلس القضاء العراقي. هذا مؤشر على أن هذه الرئاسات تحاول أن توجد سياسة تتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها. وفي مقدمة هذه السياسة، أو من المفروض أن تكون السياسة الجديدة مبنية على عناصر قوة فاعلة، وأن تبتعد عن المجاملات، وأن يكون لها صوتا قويا هادرا يتناسب مع طبيعة التحديات، خصوصا أنها اليوم تواجه شعبا شرسا يطالب بحقوقه ومصرا على أن يأخذ حقه هذه المرة، بعد أن توهمت القيادات السياسية أن المورفينات التي استعملتها وعلى مدى 16 عاماً اعتقدوا أنها ستدوم إلى الآخر، ولكن كان هنالك شعباً يراقب بدقة وعلى مدى سنوات كان يتظاهر، لكن هذه المرة قد تكون أو قد يكون القول الفصل، ولذلك هو ينتظر البرنامج الإصلاحي وكيف ينفذ هذا البرنامج من قبل الحكومة العراقية. اللجان التي شكلتها الحكومة والتي دعت إليها المرجعية الرشيدة، وكما نسمع والأخبار تقول أنها وعلى لسان رئيس الحكومة والرئاسات الثلاثة أنها ستعلن نتائجها في الأوقات التي حددت إليها، والكل ينتظر هذه اللحظة. للنقاش حول هذا الموضوع يرافقني ضيوفا أعزة، معي الأستاذ أبو الفقار الشمري، عضو تحالف الفتح والقيادي أو مسؤول تنظيمات بدر المركز. أهلا وسهلا أستاذ. حياكم الله أستاذ نجم، أنت وضيفك الكريم وجميع مشاهدي قناتكم العزيزة. شكرا. أيضا يرافقني ضيفا الدكتور نديم الجابري، حياك الله دكتور. حياكم الله، يا مرحبا. أنت لا تحتاج إلى عنوان، أنت معرف. الله يحفظك. تحياتي. البداية يعني من الأستاذ أبو الفقار، أنت مطلع مهم على ملف التظاهرات وقريب جدا من التحقيقات التي تجري اليوم، ولا أريد أن أفصح عن شيء آخر، أريد أن تصدقني القول وإكراما للدماء البريئة من أهلك وأخوتك وشعبك، ما الذي حدث؟ ما هي المؤامرة؟ كيف حصل الذي ما زلنا لا نرجوه وما زلنا ما كنا نتمنه أن يحصل؟ ماذا تقول التحقيقات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي قناتكم العزيزة. في البدء تحية لجميع الأبطال والشجعان الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة، والذين احترموا القانون والدستور، والرحمة لجميع شهداء الذين سقطوا من المتظاهرين ومن الأجهزة الأمنية. أود أن أوجز القليل مما حدث في ملف التظاهرات. ملف التظاهرات ضمنه الدستور من خلال المادة 38 على أن تكون تحت سيطرة وإشراف الأجهزة الأمنية، وعلى أن لا يكون تجاوز لخطوط الصد التي تضعها الأجهزة الأمنية من خلال تواجد التظاهرات وتجمع المتظاهرين. حدث هنالك الكثير من الخروقات في هذه التظاهرات من قبل جماعات حاولت أن يكون الدم العراقي مسالا كما سال في هذه التظاهرات. فمن هو المستفيد لو نأتي بإيجاز بسيط؟ من هو المستفيد من ضرب الجيش العراقي لواء 45 في مدينة الصدر بمعركة بالأسلحة المتوسطة من الساعة 12 ليلا وحتى الساعة 2 صباحا، واستشهاد 6 من عناصر الجيش العراقي البطل؟ من هو المستفيد من حرق السيطرات في منطقة الأمين؟ من هو المستفيد من حرق السيطرات في منطقة الشعلة؟ نعم، نحن مع التظاهرات على أن لا
تخرج عن سلميتها وعن لا أن تكون خرقا واضحا في الملف الأمني داخل العراق. هنا يجب أن نقول بأن هنالك بعض المندسين، هنالك الحركة المولوية استغلت هذه التظاهرات. شنو هاي الحركة المولوية؟ حركة هي تتبع لحركة اليماني ولديها مريدين ولديها تابعين كثيرين، زجت بمريديها وزجت بتابعيها في هذه التظاهرات، وهم من قاموا بهذه الفروقات. راح أجيك بالكلام. هم من قاموا بهذه الخروقات. هنالك بعض من عناصر الجيش وعناصر الأجهزة الأمنية قد طعنوا بالسكاكين، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يخرج أحد المتظاهرين وهو حامل سكين، فأما أن تكون اللغة للسكين وأما أن تكون اللغة للسلمية والمطالبة بحقوقه بشكل سلمي. هنالك جماعة الصرخي قاموا ببعض الخروقات أيضا، هنالك بدعم من السفارة البريطانية والسفارة السعودية حصرا في العراق. هنالك ملفات كثيرة فتحت في ملف التظاهرات أثبتت وبشكل واضح وملموس وجود مندسين في هذه التظاهرات، ولكن نحن مع المتظاهرين الشباب الذين اليماني الحركة المولوية بعد شعتكم وبعض الذين وجهوا بالجيوش الإلكترونية كأمثال غيث التميمي وستيفن نبيل أعتقد وحتى أنور الحمداني. هنالك طيب، هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين. نعم، وأنا هسه أنا جاي أناقشك بالمنطق أستاذ، من هو المستفيد من قتل الجندي العراقي؟ طيب أنا طالع مظاهرات، هسه خلنا نحشي بالجلفة بعد، أنا طالع مظاهرات أطالب حقوقي، والله أنا وياك أنا إداء عد اعتراضات كثيرة على إداء الحكومة العراقية، أوكي أطلع أطالب بشكل سلمي وحضاري حتى لا أضيع حقي. زين، من هو المستفيد من طعن الجندي؟ من هو المستفيد من حرق السيطرات؟ من هو المستفيد؟ أنا راح أناقشك بإدعاءاتك. نعم، هسه راح آخذ اثنين. أنت لما تقول غيث التميمي وتقول أنور الحمداني، نعم، يعني هو أنور الحمداني وغيث التميمي جابوا شكاكين ناس قاعدة برا تحمل خطاب. نعم، قد تتفق معه أو لا تتفق معه. أنور الحمدان ذاع بيان رقم واحد معود أستاذ، هسه خلي ذيع بيان رقم 10. هو لا يحتمل أن يكون رأيا. نعم، هو لا يحتمل أن يكون رأيا. ماكو، أنت الآن من الذين يدعون إلى التظاهرات وأنا من الذين يدعون إلى التظاهرات فعلا، مو على أن لا تخرج، على أن لا تخرج. لكن هل تعتقد أن المولوية والصرخية وغيرهم يمتلكون هذا التأثير وهذه القوة في أن يؤثروا بالشارع العراقي؟ جماعة الحسني، معركة الزرقة أنت تتذكرها أستاذ نجم، معركة ثلاثة أيام على قدم وساق. أي، من أين أتوا بهذا التمويل ومن هذه القدرة؟ فلان أنتم إذا, 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 إذا فعلا قررتم أنه هذه هي القوى التي تقود التظاهرات، مو تقود أو تغلت التظاهرات أو بمعنى هذه القوى، هل يعقل إنها أقوى منكم كحكومة؟ لا، أقوى من عندنا بشيء واحد، لأنه شبابنا بالمقدمة، أولادنا بالمقدمة، أخوتنا بالمقدمة، هم استغلوا. نعم، حصلت خروقات، حصل رمي، حصل قتل، حصل طعن من كلا الجانبين، ولكن بالعم الأغلب المظاهرات مرت بسلام، يعني 70%. ولكن الخروقات التي حصلت بفعل هؤلاء لا يمكن بأي شكل من الأشكال. ذولا هؤلاء يعني كانوا يحملون تظاهرات، يحملون قناصات، يحملون شنو هؤلاء؟ قناصين أعدادهم، القناصين اللي مسكتهم قيادة عمليات بغداد. أي، يوم مول النخيل. أي، بالقرب من مول النخيل. أنا فعلا أريد أسمع التفاصيل. منين كانوا؟ ما أنت قال التحقيقات، أنا مو قريب، أنا فعلا أريد أعرف. مو حياتك من الحركة، الناس مندسة وتعمدت. من يا حركة؟ من جماعة المولوية وغيرهم وقناصين اثنين. زين، هذا القناص شلون بسط هاي الجموع والقوات الأمنية؟ لا، اللي استغلت مركز على بناء مقابل مولنا. شلون صعد؟ يعني شلون تمركز؟ معناته أكو زين تخطيط. شلون كتل وشلون نزل؟ معناته أكو تخطيط وأكو برمجة مسبقة قبل قيام التظاهرات. بعدين شنو مصلحة اللي طالب إعدادية مثلا أو طالب متوسطة؟ شباب كلهم بعمر الورد، ليش يحرق مثلا سيطرة؟ خوب أجي أريد أغلق سيطرة، أقعد 100 واحد بالسيطرة وراح تنغلق، ليش أحرقه؟
مصلحة من؟ أنا جاي هسه أنا أوجه لك السؤال، المصلحة منه؟ ليش هذا ما حدث بالبصرة؟ هم كانوا المولوية وكانوا الصرخية وكانوا السفارة السعودية. البصرة أستاذ ليش ده؟ هل تعتقد أنه هذه اللغة هي الهروب؟ لا لا مو هروب، مو هروب، لا 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 حقيقة. هذه بأدلة دامغة ستخرج للإعلام قريبا، أنا مسؤول عنها شخصيا. وتظاهرات البصرة كانت نسبة المندسين فيها أكثر من 40% من المندسين، وبأجندات إقليمية وأجندات داخلية. زين شنو علاقة السفارة السعودية والسفارة البريطانية بالصرخي والمولوية أنا أكد لك أكو مناطق تفتر كيات بالشوارع تصيح مظاهرات مظاهرات تقبط وتنطل كل متظاهر 30,000 وكرت أبو العشرة، المصلحة منه هذا؟ أنت طالع طالب حقوقك لو طالع عماله، منطق الشي يفرض هنا. زين يعني هاي هاي مصورة وموثقة وستخرج الإعلام قريبا، يعني من كي تفتر مثلا خلينا نقول مدينة الصدر وصيح مظاهرات مظاهرات وتنطي 30,000 وكرت أبو العشرة، المصلحة منه؟ منه جاي يدير هذا الملف؟ زين كم شو ذولا اعترفوا؟ واعترافات جمة شي يقولون مثلا؟ هواي اعترافات مثلاً. يعني على المحاذير الأمنية يعني احنا نتجنبها لحد ما تخرج للإعلام، من دخل السفارة البريطانية، من دخل السفارة السعودية، تمويل السفارة السعودية، جماعة اليماني أنا مصر عليهم، الحركة المولوية، هواي هواي أجندات أريد بها أن تفرض داخل المظاهرات. وكانت المظاهرات باستثناء أولادنا الذين أرادوا أن يطالبوا بحقهم المشروع، أريد لهذه التظاهرات أن تلوي ذراعا. قيادي أنت تتحدث قيادي، نعم، ومسؤول في ملف التظاهرات. الآن أنت تتهم سفارتين تعمل بالعراق وللعراق علاقة. أنا مسؤول شخصيا عن كلامه هذا، يعني هذا المفروض إذا هذا يصدق لازم هاي السفارات تشيل. الساحة العراقية عبارة عن صراع دولي إقليمي. زين دور السفارة الإيرانية؟ صراع إرادات. السفارة الإيرانية ما دخلت، يعني هسه مو دفاع، أنا خم أخاف أقول ما دخلت السفارة الإيرانية، ويقولون أبو الفقار يعني تعرف أنت شو يقولون، ما حاجة أحكي على يعني عجب خوش حاجة. السفارة الإيرانية جيب لي تدخل السفارة الإيرانية بشكل واضح. يعني انت مثل ما واحد طلع يقول سيد زين شنو رايك بالذين يقول سيد علي الياسري وسيد حامد الجزائري مصعدين قناصين؟ هذول الناس اكبر من زين الجزائر. اكو هنالك فيديوهات ظهرت، نعم، لبعض المواطنين لبعض الشباب قال سمعنا لهجات غير عراقيه. وين؟ تدري هذه الفيديوهات السحنة نطرح تساؤلات الناس. نعم. انا لا اتحدث بلغه الاتهام، نعم، لكن استفهم من خلاله. قالوا هاي لهجات ايرانيه، ذولا هم مندسين؟ لو هذه حقيقة، لو فعلا احنا استخدمنا او تمت الاستعانة بقوات اخرى؟ ليش اخي تستعين بقوات اخرى؟ انت مو قاصر، عمليات بغداد موجودة، عمليات المحافظات موجودة، جهاز الامن الوطني على قدم وساق استنفر، جهاز المخابرات العراقي، هواي جهات استنفرت للوصول من يدير ملف المخابرات. اللي صور الرجل اللي ضربه الجندي اللي حامل العلم العراقي ما قدر يصور هذا بأنه هو من يحكي بغير لغة؟ زين ما يصير بأنه أنا أعرف أحكي فارسي. إذن لا دور للسفارة الإيرانية. أنا أعرف أحكي فارسي وأطب التظاهرات وأحكي فارسي، يصير لو ما صير؟ لا تصير، بس لمصلحة من تتهم إيران؟ يعني حتى أقول يعني حتى تقول إنه حتى أقول بأنه إيران نزلت مندسين داخل المظاهرات وإلها أجندة همينة داخل المظاهرات. بالعكس إيران هسه أنت خلنا نحكي بالمنطق، إيران مصلحتها بأنه تكون حكومة قوية ومسيطرة أمنيا داخل العراق، مو من مصلحة هاي البلبلة. وشنو مصلحة بريطانيا بهذا؟ مصلحة بريطانيا أخي غيث التميمي منو سوى؟ منو جاب البريطاني؟ ليش احنا ما نحكي يعني بالخط العريض؟ يعني هاي الدولة بريطانيا هاي العظمى، يعني مشكلتكم غيث التميمي. بس أنا نقطة من هؤلاء النقاط، بريطانيا ليش تدعم الصرخي؟ افهمني على مود غيث التميمي. لا غيث التميمي مو فد نقطة رهان، يعني نقطة من هاي النقاط. بس انا انطيني شيء منطقي، لو ما يراد به تخريب العراق بريطانيا ليش تدعم الصرخي؟ ليش بتدعم غير مرجعية؟ شو تقول انت ليش؟ لتنفيذ اجندة خاصة ببريطانيا داخل الملف السياسي في العراق. خليني ايضا انتقل الى الدكتور نديم الجابري، استمعت لما قاله أبو الفقار الشمري وهو المطلع الآن على سير التحقيقات في ملف التظاهرات، وهذا الكلام الآن يقال عبر شاشات التلفزيون
أنه اتضح من التحقيقات حتى هذه اللحظة المولوية والصرخية والسعودية والبريطانية هي التي كانت تشجع على التظاهرات، وهم الذين كانوا المندسين، وهم الذين قادوا المؤامرة. أنت برأيك كسياسي مطلع، هل هذه الجهات تمتلك قدرة على تحريك الشارع بهذا الشكل؟ هل فعلا لديها تأثير ولديها قاعدة بهذا الشكل؟ تفضل. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم أستاذ نجم، تحياتي للسيد أبو ذي الفقار، اللي واضح أنه معلوماته يعني مستمدة من مصادر معينة. ما مستمدة، قاريها وقاعد بالتحقيق. المهم يعني تفسير الأحداث بالطريقة، مع احترامنا الشديد للسيد أبو ذي الفقار، لكن تفسير الأحداث بهذه الطريقة أنا أعتقد لا يخدم قضية التهدئة وإيجاد حلول للمواطنين. يعني تسمية جهات معينة، من أقول الصرخية، المولوية، البعثية، غيرها، بالنتيجة يعني هذولا مواطنين عراقيين وخرجوا. يعني أنت كنظام سياسي ما تمكنت من كسب ود المواطن باتجاهات المختلفة، إلا إذا أردنا أن نقول إن هؤلاء غير عراقيين، هذا بحث آخر. أما يعني التفسير بتحريك السفارات البريطانية أو الأمريكية أو السعودية، في الحقيقة هذا أيضا تفسير ضعيف إلى حد ما. أولا السعودية ما تملك هذه العقلية اللي تتمكن فيها من تحريك أحداث في بلد عظيم مثل العراق. يعني ما ثبت إن العقلية السعودية قادرة على صنع حدث بهذا المستوى. يعني لو كانت قادرة على صنع حدث من هذا القبيل كان وزنها غير هذا الوزن، بل بالعكس هي خسرت كثير من ملفاتها. كان ممكن أن تستخدم هذا التأثير في الملف اليماني، في الملف اللبناني، خسرت ملفاتها في لبنان وسوريا واليمن، وذلك مستبعد الحقيقة أن تكون وراء هذا الحدث. تعرف هي نعم. سبق أن يعني قادة العملية السياسية كانوا يتهمون قطر ويتهمون السعودية بالإرهاب، طيب وفجأة صاروا أصدقاء. يعني قطر صارت صديقة والسعودية بدينا نركض. هذا هو السؤال الثاني الذي أود أن تجيب عليه. فلذلك يعني أنا أعتقد يجب أن نفسر الظاهرة كما هي، لا بالشكل الذي نتمناه أو يتخيل لنا أنه كذلك. هي حقيقة صرخة جمهور شعر بالظلم والمستقبل المعتم، مجموعة من الشباب ما يشوفون لهم حياة أو لهم مستقبل. دكتور دكتور دكتور، يعني أنا في مقدمتي قلت أنه الحكومة الآن أمام مرحلة سياسية جديدة لأنها تواجه شعبا شرسا، وها أنت تقول الآن هناك اشترار للخطاب السابق وعودة إلى الخطابات القديمة في مرحلة. هل هذا الخطاب، يعني أنا هسه ما أقدر أقول خطاب حكومي، لكن فيما إذا ظهرت الحكومة بتحقيقات أو ظهرت على الجمهور بتحقيقات من هذا النوع أو اتهامات من هذا النوع أو حقائق من هذا النوع، كيف سيكون أثرها في الشارع العراقي؟ لأن الشارع سيطرح تساؤل أخطر من هذا. إذا كان هؤلاء بهذه القوة فأين كنتم أنتم؟ يعني إحنا في ضوء الاتهامات السابقة اللي كانت تقول أن قطر والسعودية متهمين بعمليات الإرهاب اللي تنفذ في العراق، وبعد ذلك بدينا نأخذ قروض من قطر ونتبنى مشاريع استثمار من السعودية. اليوم من نطلع يعني اعترافات، يعني وهذا ممكن، يعني مواقع السلطة ممكن تتمكن من انتزاع اعترافات من هذا القبيل، لكن الاعترافات هنا لا تكفي. يعني أنت يجب أن تأتينا بأدلة أقوى، مثلا اتصال هاتفي من السفارة السعودية من الرياض، اتصال هاتفي أو تسجيل مصور، أما مو ادعاءات. يعني واحد انت ماسكه ومعتقله
يعني المشكلة نحن تفاجأنا بهذا الحديث. الآن الضيف الكريم الذي معي لم أقدمه محللا سياسيا، هو قيادي في الفتح ومسؤول تنظيمات بدر المركز، فهو يتحدث بشكل رسمي ولا يتحدث باسمه بطريقته الشخصية أو بأفكاره الشخصية. يعني احترامنا لوجهة نظره، احترامنا لوجهة نظر المؤسسة التي ينتمي إليها، لكن أيضا لنا وجهة وتفسير قد يكون مختلف نوعا ما عن التفسيرات التي يطرحها. أنا لم أرى يعني يدا عربية أو يدا بريطانية هي اللي تسببت في هذا الحادث. أنا أعتقد المظالم هي التي سببت هذا الانفجار الشعبي. وأنا يعني ما أخفيك، أنا واحد من الشخصيات كتبت مقال وممكن تشوفها في كتابي مذكرات في الفكر والسياسة، كتبت مقال 2012 وقلت إن التجربة العراقية المقبلة، اسمها مستقبل التجربة، ستواجه ثورة مجتمعية شاملة أطلقت عليها ثورة الجياع قبل ما تحدث بسبعة سنوات، وكنت أحذر يا بهذا المسير اللي تسيرون به سيفضي إلى هذه النتيجة، فغيروا المسار حتى يتغير هذا المستقبل. هذا أيضا راح أناقشه معك. خليني أرجع مرة أخرى إلى الأستاذ أبو ذو الفقار. نعم. الآن هذا الذي أنت تقول به وأنت تتحدث به بشكل رسمي وتقول أنا مطلع على هذه الحقائق، هل تستطيعون أن تقنعوا الناس بهذه الحقائق؟ هل أنت متأكد فيما أنه ظهرت هذه الأشياء سيقتنع بها الناس؟ تمتلكون من الأدلة ما يكفي بهذا الاتهامات التي تقولون بها؟ أولا يجب أن أنوه على بعض الأمور التي تفضل بها جناب الدكتور نديم الجابري. التهدئة يجب أن تخدم ولا تخدم التهدئة، يجب أن تخدم مع الجهات أو مع الشباب الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم بشكل شرعي، وليس مع الذين أرادوا أن يخربوا هذه التظاهرات. ويجب أن لا يكون الكلام تنظيرا بعيدا عن الواقع. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أي جهاز مخابراتي دولي يتصرف بهذه السذاجة ويتصل من عاصمته ويترك عملائه في داخل أي دولة يراد أن تتحرك بها الخيوط التابعة لهذا الجهاز. النقطة المهمة، نحن مع الجمهور وليس ضده، إذا كانت مطالبه وتصرفاته وتحركاته ضمن السلم المجتمعي والدستور الذي يكفل أن يطالب الجميع بحقه، ولكن ليس مع أن يقتل الجندي أو أن يقتل المتظاهر بفعل بعض المندسين الذين أججوا هذه الأمور. الشيء المهم، لماذا أتباع التيار الصدري قاموا بطرد بعض المتظاهرين من مناطقهم عندما حرقوا بعض السيطرات في منطقة العبيدي؟ لأنه كان تصرف في منطقة سليم. الكمالية القوات الأمنية واجب. في منطقة المشتل. لماذا قام وعمم على قيادات التيار الصدري بأن يمنع هؤلاء من التظاهر؟ هل هو كبت للحريات أم وجدت نقاط لهؤلاء بأنهم يريدوا أن يخربوا وأن يقتلوا؟ من ضمن النقاط التي أنت قلت بها، وأنت تدري أنا خطابي صريح ولا أخشى في قول الحق لومة لائم إن شاء الله، هذا أبو الكية 30,000 ورصيد. نعم هاي مصورة. تتذكر فترة من الفترات هاي التهمة صارت على سيد عمار، من صارت عنده قاعدة وبدأ يكبر، وهذا يابا منين هاي القاعدة؟ قالوا يابا الجماعة يطلبون كارتة من 5 و10,000. ولا إهلالة سألتهم هذا السؤال. والله سيد يعني عمار يعني حتى الصلاة مال الجمعة يقولون جوا سجادة 25,000. ولذلك قولات هواية كثيرة يعني هذا ليش ما يكون يشبه ذاك؟ لا. هذه هي يعني قد تكون غير صادقة. أنا تكلمت بأدلة سوف تخرج للإعلام. للإعلام. طيب مسجلة ومصورة. أنا لا أنفيها ولا أؤكدها، حتى هاي إلك وللجمهور. بعدين أردت نقطة مهمة أستاذ يجب أن ننوه عليه، قوة هؤلاء من أين أتت؟ يعني قوة الصرخة من أين أتت؟ من ديمقراطية الممارسة العقائدية اللي موجودة بالعراق. يعني أنت خو ما تمنع مثلا ناس من يقلدون الصرخي أو ناس يقلدون اليماني
اكو ديمقراطيه ممارسه ديمقراطيه يعني ممارسه معتقد بالعراق ما تقدر تمنعه. فاعتياد يصير لمريدين يعني انت الحركه المولويه والله العلي العظيم وانا مسؤول على كلامي اللي عندهم تكافل اللي ما عنده شغل ينطوه 650 الف دينار منين ينطي 650 الف دينار؟ تمام يلا جاوبني روح اشتغل يمهم شلون؟ قسما بالله زين قسما بالله الذي انت تقسم به هل تعتقد وهو سؤال أن هذه القوى تستطيع ب 15 محافظة تعطي أوامر أو تخلي القوات الأمنية تخضع ما خضعت القوات لا تخضع ولا تخضع لا تخضع أو تضطر لاستخدام الرصاص الحي معقولة الصرخية والمولية بالبصرة رصاص حي بالناصرية بالعمارة بالديوان يعني بكل المحافظات هذا ما يخليك أربع محافظات ما يخليك تراجع ما يخليك تراجع أربع محافظات استخدم فيها الرصاص الحي هذا يعني جرد مضبوط أربع محافظات تستخدم بها الرصاص الحي والتحقيقات راح تطلع بعد خمسة أيام أوكي بس أنت ألف واحد وياهم وقدامك شرطي والشرطة انطعن ربع المن يرمون بالمنطقة يا أخي شغلة منطقية ما يراد يروح القاضي بس رمي استمر أربعة أيام هسه الشرطة انطعن الله لا يبارك بالطعنة تدرج قد خسارة لا هو تدرج قد خسارة ولا الأجهزة الأمنية تدرج قد 120 تقريبا 120 شهيد بكل المحافظات وتقريبا بال 800 جريح احنا كل شهدائنا 105 شرطه وقوات امنيه العفو 120 جريح و12 شهيد من القوات الامنيه اي 120 جريح و12 و12 شهيد من القوات الامنيه هذول شلون استشهدوا اذا ماكو مندسين بالمظاهرات لا لا مظاهره سلميه يعني هسه انا اطلع مظاهره احنا سلميه ايضا نقول احنا نقول مندسين انت تتذكر بيوم التغطيه من طلعت وياي نعم. قلت كانت اكو عصي وكانت اكو سكاكي مضبوط هو طالع جايب سكين انت وياه بس انت لواء محمد صبري صار له يمكن 8 سنوات المعاون الامني مال قائد عمليات بغداد والله كل مظاهرات هو ينظم المظاهرات وهو يحمي المظاهرات وهو يجي ينقل مي على المظاهرات يطعنوه بقصته ويشقون قصته يمكن 8 خياطات لا عمل جبان مو زين منو ضربه زين من الفات للقنوات الفضائيه منو ضربه من الفات للقنوات والله لو عندي معلومه اقولها عجه وما اخشى بالله لو ما تلاقي ماكو يعني ما لزمته احد لا والله ما لزمته احد اي زين هذا منو ضربه يعني مثلا يضربه شاب طالب اعداديه طالب تعيين يروح يضرب له لواركن لا صدق والله غير اكو واحد متعمد متقصد قال له تروح على استاذ نجم الربيعي وتفشخه حتى القوات الأمنية زين من هو معاون قائد بغداد الأمني زين بعد ما تعمقتم في التحقيق من ينطعن الجيش الوياش راح يسوي زين بعد ما تعمقتم لا جاوبني لا الجيش الوياش راح يسوي هسه أنا المندسين هاي المندسين شوف بال 2011 طرح هذا المن بال 2012 طرح زين أنا ابن التظاهرات رحم الله المندسين هذا واقع حال أو كذب واقع حال في كل مرة تقوده جهة من الذي يتضرر من التظاهرات بالضبط اكثر طرف يتضرر من التظاهرات هي الحكومه رحم الله وبالتالي الناس لما تقول مندس تنسبه الى الاحزاب بالعكس الحكومه من مصلحتها قبل اللقاء انت قلت جمله انا جدا احترمتها استاذ نجم والله العلي العظيم تكاد ان تكون فلسفه قلت الحكومه يجب ان تحكم شعب قوي والله انا اعتبرها في الجمله سياسيه فلسفه بالسياسه ولذلك هذا الذي انا الان ادافع عنه زين لولا انه لا احنا نريد ما ارد انطيهم الشرف وقفنا داعش بيش انا ما ارد انطي هاي الجهات التي عنيتها الشرف والاراده لا جهات انا كيف لما حاكمي قوي وانا كيف لما نحكم شعب قوي وكيف لما شعبي قوي تدري العراق مني هيد ها شفتهم من هدوا حبيش رجعنا داعش ايبه تقول لي فلان وفلان لا استاذ المندسين واقع حال تونا اتفقنا عليه تمام منطقيا واقع حال تمام مو ذولا جرذان يمثلون اطرافا اكثر قذارة منهم بس انت هسه المتظاهرين خلينا نقول بالالاف كل تظاهره 5000 5 اذا بيهم مندسين يضربون لواء يضربون عميد المعيه اللي بامرته الجيش اللي بأمرته شنو راح يكون تصرفه انت خلي ملازم انت وياه او عقيد وياه خليني ايضا ارجع للسيد دكتور نديم الان اليوم اجتمعت الرئاسات الثلاثة مع رئيس مجلس القضاء والتصريحات والتأكيدات هي على اهمية
ما ستخرج به اللجان التحقيقية الخاصة بقضية الاعتداءات على المتظاهرين، والكل يترقب هذه النتائج. والآن أنت ترى وأنا أرى أن النار تحت الرماد، ماذا لو لم تكن هذه النتائج بمستوى الحدث؟ يعني بلا شك الأزمة خطيرة جدا وتداعياتها غير معلومة، كان واحدة من ملامحها الأساسية يعني ضحايا من قواتنا المسلحة، ضحايا من أبنائنا المتظاهرين، وبالتالي يعني تجدد هذه التظاهرات مرة أخرى قد يعطينا نتائج غير محمودة. يعني احنا كان بودنا هو الجمهور انتفض على سياسات حكومية، على نظام سياسي، على حكومة، كان بودنا أن تشرك الحقيقة أغطية أممية في هذه التحقيقات حتى تكتسب المصداقية المطلقة. اليوم المتظاهر لا أعتقد أنه سيقبل بتفسيرات من السلطة، لكن لو أنها غطيت بغطاء أممي كان ممكن أن تقبل أكثر فأكثر. لذلك يعني أنا أعتقد حتى وإن كانت صحيحة التحقيقات ونتائجها، حتى لو كانت صحيحة، لكن لن ترضي الجمهور المنتفض باعتبار يقول هو القاضي وهو الحكم وهو كل شيء، وبالتالي تحقيقاته ما راح تكون محل قبول من الجمهور المنتفض. أنت هنا أمام أزمة تحتاج لها فنون في السياسة، فواحدة من فنون السياسة حتى تقنع شعبك المنتفض هسه ما يكفي هو طبعا أنت تروح تذهب إلى نتائج التحقيق، ليش هاي طبعا التحقيق في هاي القضايا في العنف اللي صار هاي قضية تفرعت من القضية الأصلية، هي ليست القضية الأصلية، أنا دي خلي أعالج القضية الأصلية وأتفحص لماذا الجمهور صغار السن طلع بهذه الطريقة المندفعة والحماسية، يعني أي مستوى من فقدان الأمل وصل إليه هذا الشاب الصغير بحيث يطلع. ولذلك هو أنا هنا يعني الآن الشباب الجيل الذي قاد هذه التظاهرات أو الذي خرج في هذه التظاهرات هم شباب 20-25 حتى ما عندهم ميول يعني دينية أو هم جزء من عمق لأحزاب دينية، وبالتالي السيد هنا يذكر المولوية والصرخية وهي تيارات دينية بغض النظر أنه وين تكون اتجاهاتها. طبعا يعني مرات يخليك يعني أن تشك في أشياء نجم. عندما تقارن الصور مع بعضها البعض. شوف أستاذ نجم أتكلم منطق، يعني في كل المأزق اللي عانت منه العملية السياسية من 2003 إلى هذا اليوم كانت مسيطرة على القادة وعلى وسائلها الإعلامية، مسيطرة عليها العقلية الإسقاطية اللي هي مستمدة من عقلية ابن سبا اللي تلقي كل المشاكل على ابن سبا، لا تقول إن الصحابة اختلفوا أو تصارعوا أو ما شابه ذلك. العملية السياسية درجت على هذه العقلية الإسقاطية من البداية، كل ما يصير حدث، كل ما يصير فشل قالوا أزلام النظام السابق، خلصت أزلام النظام السابق قالوا القاعدة، خلصت القاعدة قالوا داعش، خلصت داعش هسه المرة طلعت لنا المولوية والصرخية وغيرها. لذلك أنا أقول يعني هذا الطرح لا يفيد في حلحلة المشكلة. حلحلة المشكلة أولا يجب أن أتفهم يعني أتفهم أسباب خروج هؤلاء الشباب الصغار، يعني هسه أعمارهم هم أنا ما تأهلهم حتى واحد يتهمهم بالبعثية، أعمارهم صغيرة، وبالتالي يجب أن أتفهم هذا الشاب البريء في مقتبل العمر ليش طلع عليه بهذه الطريقة القوية اللي كانت. ولذلك يعني دكتور أنا أستأذنك راح أنقل تساؤلك إلى السيد ذو الفقار، يعني كلام الدكتور واضح، أنتم في كل مرحلة كما يقول هو وهي جوز ذاكرة بكتابه وبلقاءاته، في كل مرحلة تستعدون آخرين، وفصل يعني هذه القضية، وأيضا يقول يعني إلى متى
هذه العقلية الإسقاطية كما يعتقد؟ نظرية ابن سبع والنظرية الإسقاطية أولا لا تعتمد في هذا المجال للأسباب الآتية، بأنه العدو الذي يعمل ضدك هو معلوم وليس جهة مجهولة لرمي التهم على جهات مجهولة من الممكن لها أن تضيع معها الحقائق المستدركة في التحقيق. سوف يخرج التحقيق بعد 5 أيام وسوف يثبت للكثير الكثير من الأحداث التي حصلت قبيل وأثناء الانتخابات. لماذا لم يتلثم الشباب من 20 سنة و18 سنة و17 سنة وتلثم البعض في هذه التظاهرات؟ هذا السؤال، أول سؤال. نعم، الفن السياسي اللي يتحدث به جناب الدكتور، الفن السياسي هو أن يقتنع الشعب بأن المطالب مشروعة ما دامت تحت ظل الدستور وتحت ظل الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي. هذا الفن السياسي الذي من الممكن أن يخرج بهذه التظاهرات إلى بر الأمان. هنالك دعوات واضحة وصريحة للخروج بتظاهرات يوم 25/10. يستطيع المحلل أو المتابع أن يتابع الصفحات ويتابع المواقع التي تدعو لهذه التظاهرات هي لمن تتبع علنا ومن يديرها علنا، وتنتج لنا معلومات واضحة وصريحة لمن يقف خلف هذه التظاهرات ومن في أقل الاحتمالات وفي أضعف الإيمان بأنه يحرض على العنف ويحرض على القتل واستباحة الدم العراقي سواء من المتظاهرين أو من الأجهزة الأمنية. المنطق جعلا وظرفا يفرض بأن هنالك مندسين داخل هذه التظاهرات، لا إسقاطا أحداث كربلاء نتذكرها جيدا، معركة الزرقاء نتذكرها جيدا، هذا لم يكن إسقاط بل معركة واضحة وصريحة، ما يدعو له الصرخ علنا في خطبه وفي تحريضاته واضحة وصريحة، ما تدعو له المولوية واضحة وصريحة. هنا تدعو إلى ماذا؟ إسقاط العملية السياسية برمتها، التحول إلى نظام رئاسي، سب المرجعيات. التحول إلى نظام رئاسي أول من دعا إليه السيد قيس الخزعلي. أنا مع تحول النظام، وهي ليست سبة، ليست تهمة. أنا مع التحول، ليست تهمة. أنا مع التحول، وكلام على المسؤول عليه شخصيا، أنا مع التحول. لكن قبل 3 أشهر نظام رئاسي، بس خلينا نكمل أستاذ نجم. سب المرجعيات، يعني المولوية يقول مثلا احنا يجب ان نقطع الطريق، احدى من مناشيرهم التي وزعت على مريديهم وانا طلعت عليها شخصيا، يجب ان نقطع الطريق على زوار الحسين لان زيارة الحسين ليست بواجبة. هسه هذا معتقد انا ما اناقشه معتقده، ولكن ابحث لي كيف يقطع الطريق على زوار الحسين. يعني صدام ما قدر يقطع الطريق، معتقد من حقه، لكن لا يسقطه على الاخرين. مو من شاء منكم فليأمن ومن شاء منكم فليكفر. هذا الشارع ملك للجميع. أبحث جعلا وظرفا كيف سوف يقطع الطريق على زوار الإمام الحسين. صدام ما قدر يقطع الطريق على زوار الإمام الحسين أبدا. فإذا هو شلون راح يقطع الطريق؟ أكيد بأعمال دموية وتخريبية لإرهاب ذولا. إذا كانوا أعداء منذ أزمنة كما أنت تتحدث. نعم. وأنا أفهم بالسياسة، دائما القوى السياسية الذكية والصاحبة يعني الذكاء والنضوج السياسي تتحرك على خصومها لتحتويهم. يعني أنتم يعني تحتوي يعني فكر مريض غلط، يعني أنت لا خدمت شعب، يعني ولا قدرتم أنه أنتم تصالحون مع خصومكم أو مع معارضيكم إلى الحد الذي أنت الآن تقلقني كثيرا، أنه هذه القوى كبرت إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى. هسه أنا ما أحسبها كبيرة، أنا ضربت لك مثال، متظاهرين ب5000 بيناتهم 10 مندسين، يضرب له ضابط تصير مشكلة، يحرق له سيطرة تصير مشكلة، هذا منتهي من يمها. بس أنت تقول تحتويهم، المن تحتوي؟ تحتوي الصرخي مثلا أو تحتوي اليماني؟ طيب ما الوهابي همي أنا فكر معارض وفكر يريد إسقاط العملية السياسية، هم المفروض أحتوي؟ لا الإرهاب بعدين أنت الآن أنا ما أجيب الطارح حزب البعث، لأنه ما أريد أنطيه شرف تحكموا بهذه الجماهير. عوفة، أنت الآن الصرخي واليماني ما تحولت إلى، أنت الآن تصنفوهم منظمات إرهابية حتى لا يجوز الحوار معهم؟
ما يدعون إليه. شوف هاي أخطاء البعث مع حزب الدعوة لما كان وين لا يلزم له واحد حتى لو فقير وقال له حزب الدعوة وظل يقصص بهم ظل يقصص بهم وأكو حزب كبر أعترض ونما أعترض والآن استلم سلطة في معد سنة حزب الدعوة. أعترض على قياس جنابك. أولا المعتقد الضال المضل لا يمكن بأي حال من الأحوال التحرك عليه كونه مفسدة مجتمعية وسوف يفسد الكثير من المجتمع. اللي يعتقد بأنه اللي قاعد قدامه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا قافل حال حال وهابي يعني شو تري يسوي له يعني ما عنده مانع توصل عدم الخلافات العقادية شيء سيدك الخلافات العقادية سيدي ما جاي أنا أتحدث معتقد. أنا أتحدث بالخلافات السياسية هو الخلاف السياسي هو الآن هو مثل أبو بكر البغدادي يريد خلافه بأنه يا بجا واحد جاي يقول لك أنا الإمام المهدي شو تقول له يعني بيش تناقشي سياسة الدنيا ما بيهم سودا مرات اللي سودا يطلع على قرايب ويطلعون له يجي ويبايعه والله العلي العظيم انا عندي تجيلات صوره وصوت والله في يوم اجيب لك انا وعد شرف خوش عتي يطب عليه يبايعه اني بايعتك والهاي المن يبايع هذا الولي هم يسمون المولويه ويسوون هذا مالتهم بايع المولويه من يقودها يعني هو يقود هذا اليماني شو اسمه هذا اليماني الحسن او هيك هو مسمى اسمه بس هو يعني اعتقد يعني هو اسميا والقرعاوي هيك اعتقد خوش خليه زين هذا شلون تناقش يا اخوي هذا مفسده مجتمعيه هذا جاي يدعو الى فساد المجتمع يحلل الدم يعني ذا يقول والله 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 يقول دم المراجع حلال دم الاجهزه الامنيه حلال الشرطي اللي بالشارع يجوز لك تقتله ليش انت مو انا سالتكم سؤال قبل شوي ليش خليتوهم يكبروا الديمقراطيه يا اخي معتقد ممارسه الديمقراطيه ممارسه المعتقد ايه هاي هي الديمقراطيه ما لها علاقه ليش دائما نهرب ونختبئ ورا شماعات يعني مو شماعات استاذ نجم انت واعي من الدرجه الكبيره الله يسلمك يعني انا قناعتي بيك هالشكل مو مجاملة لا والله مو تسلم بس انا رايك السياسيه جدا احترمها انت هذا مو اخليه يكبر احنا موجوده قدامنا ديمقراطيه حريه المعتقد الوهابيه شلون كبروا جوامعهم لا مراقبه عليهم في وقت صدام ولا يدزون عليه بالامن ولا يصلي انت تعرف لحيته. الوهابيه والمنظمات المتطرفه ياهل كبرها وياهل استخدمها هذا قضيه من السبعينات خليني بعدين ارجع لك قسما بالله هذا مدعوم من بريطانيا اخذها من عندي وانا مسؤول عليه ماشي هذا رايك والجهات المختصه لا انا مسؤول على كلامك هاي خلاص انا ما اقدر اقول لك لا دكتور يوم 25/10 سماحه السيد مقتدى الصدر ايضا سيقود تظاهرات يقولون انها ستكون مليونية بعد زيارة الإمام أربعينية الإمام الحسين عليه السلام أولا السؤال ما الداعي إلى هذه التظاهرات ماذا ستضيف هذه التظاهرات إلى مطالب الجماهير ما الذي يريد أن يقوله سيد مقتدى هل هو إعلان من جديد أن التظاهرات ستبقى مستمرة أنت ماذا تقول؟ يعني أولاً التظاهرات كانت ورفعت شعارات لأول مرة بالمطالبة بالعلمانية وهذه يعني ظاهرة فريدة في التاريخ العراقي أن الجمهور يطلع بهذه القوة وينادي بالعلمانية ولذلك هسه أنا ليش أستغرب من ربط الصرخية والمولوية بهذه الشباب هذا الشباب رافضين حقيقة الظاهرة الدينية برمتها يعني كل الإسلام السياسي رافضيه وخصوصا يعني هاي الحركات المتطرفة يعني الصرخية والمولوية تعتبر من الحركات المتطرفة وذلك هي بعيدة عن يعني فكر ووجدان الشباب المنتفض يعني لا أعتقد أكو ربط بين الاثنين ولا يقول سيد الكريم حتى للتصحيح هو لا يقول أفراد لا يدعي أنه الشباب مؤمنين بالصرخية أو اليمانية أكيد يقول أكيد الصرخيون واليمانيون على حد قوله ركبوا هذه الموجة من خلال أفراد هو هذا الذي يقود إلى سؤال آخر لماذا الصرخية واليمنية أرادوا إفشال التظاهرات وحرفها عن مسارها والتظاهرات كانت تؤدي هو إحراج الحكومة ليش بموجب المنطق الذي يقول به هم الذين أفشلوا التظاهرات يعني أين المنطق بهذه القضية
هسه إذا ثبت الربط بين الجهتين قد يكون هذا التفسير فيه مقدار من الصحة. أنا شخصياً يعني لا أربط بين الظاهرتين، يعني أبعد يعني حركة الشباب وانتفاضة الشباب عن الصرخية والمولوية، هذه حركة علمانية وأكثر شبابية، ثورة جياع، ناس محتاجة عندها غضب على حكومتها ومن حقها أن تطلع، فتريد تعالجها بالحصول على شرعية الإنجاز. يعني لا تكتفي أنه ديمقراطية وكذا، وحتى هاي الحركات مو ظهرت مثل ما قال الأستاذ أبو ذو الفقار بسبب الديمقراطية، وإنما بسبب الفشل في التجربة. الفشل يولد كل الاتجاهات المعتدلة والمتنورة والمتطرفة، كلها تتولد نتيجة للفشل. فلذلك لما نعالج هذه الظاهرة لا نفرعها بهذه الطريقة بقدر ما نركز على الإنجاز. الشباب يريدون مستقبلا لهم، يريدون مدرسة، يريدون عمل، يريدون مركز صحي، يريدون أشياء مستلزمات الحياة الطبيعية افتقدوها حقيقة. يعني شبابنا وصل إلى مرحلة من الضياع اللي خلاه يعتقد أن الموت في ساحة التحرير مثل الموت في البيت. يعني المفروض ما أوصل الشباب إلى هذا المستوى. الجمهور انتفض، يعني من 2011 إلى اليوم إلى 2019، يعني 8 سنوات هو في حالة حراك واحتجاج، ولكن لم يتعدل المسار السياسي ولم تحصل الحكومات على شرعية الإنجاز، وظل الشباب يوم بعد يوم تزداد أوضاعهم سوءا. ولذلك يعني إحنا لازم نفهم الظاهرة بهذه الطريقة حتى نستطيع أن نحافظ على بلدنا ووحدة بلدنا، لأن هذه التطورات إذا استمرت في يوم 25 أو بعدها يعني قد تكون وحدة الدولة مهددة بالخطر. يعني القصة مو قصة تسقط حكومة، خل تسقط حكومة، لكن يعني ماذا يريد أن يقول السيد مقتدى الصدر يوم 25/10؟ السيد مقتدى الصدر يريد أن يعود ربما للساحة، لأن هذه التظاهرات ابتعدت عن الإسلام السياسي وتبنت خطا علمانيا واضحا، ولذلك ربما يحاول أن ينأى بنفسه عن الأحزاب الأخرى. يريد يقول أنه أنا اصطفيت مع الجمهور وليس مع السلطة. أتصور يعني المدخل من هذا الباب، لكن يعني صارت الفجوة كبيرة الحقيقة بين الشباب وبين الإسلام السياسي. يعني حتى خط الصدري ربما لا يتمكن من السيطرة على هذا الحراك الشبابي الوحيد. أنا أشكرك دكتور، ما بقى عندي أقل من دقيقة، أنت ملاحظات عندك كثير بس بأقل من دقيقة حتى أختم أبو الفقار. سماحة السيد لا يمكن له بأي سماحة السيد مقتدى الصدر لا يمكن له بأي شكل من الأشكال أن يعود من بوابة التظاهرات، كون أن تياره يكاد أن يكون أوسع تيار شعبي في العراق، وهو الوحيد ليش لا يمكنه باستطاعته أن يخرج مليونية وقتما شاء، فليس بحاجة أن يدخل من باب العلمانية ومن باب التظاهرات. هذا أولا. الثانية، أنا قلت مندسين ولم أعمم على المتظاهرين بأنهم من هذه الجهات، بالعكس أحيي شجاعة هؤلاء الشباب، أحيي روحهم الوطنية، أحيي بعض التصرفات الثقافية والحضارية التي رأيتها بأم عيني، أحيي فيهم التنظيم، أحيي فيهم ما قدموه للعراق، ولكن أرفض رفضا قاطعا وجود المندسين و سيل الدم الذي لربما سوف يحدث مجددا. الفشل في العمل السياسي، لم يوجد الصرخية ولم يوجد المولوية، نعم بالعكس من أوجدهم هو حرية المعتقد في العراق ومحاولة منهم لسياسة لي الأذرع وفرض الإرادات. أنا أشكرك السيد أبو ذو الفقار مسؤول تنظيمات بدر المركز والقيادي في تحالف الفتح. حياك الله استاذ نزيم. شكرا جزيلا. شكرا لك الأستاذ الدكتور نديم الجابري. شكرا جزيلا. وشكرا لكم مشاهدي التغيير، غدا نفس التوقيت سالفة عراقية.